موم خشي الزوينه راه اليوم جاي عندي ايوب راه عيطت ليه قلت ليه نتفرجوا في البارسا والريال في القهوه قال لي لا راه غنجي للدار ونتفرج معاك غير في الدار قال لي حيت القهوه غتكون عامره وانا ما باغي الصداع والمشاكل قلت ليه صافي مرحبا المهم راه ملي يجي هو تيسيري البيت الاخر صافي خشي عاوتاني داك خونا خويا ناري ما كنحملوش على وجهه باين الاخضر عرفتي معاك يدخل كيبقى حاضين وكيبقى يشوف فيا وكيغمزني شحال مره ما كنبغي نقول لك حتى والو عاوتاني كنخرج الزنقه ديك النهار تلاقيت معاه بقى كيشوف فيا واحد الشوفات راه ماشي ديال من رحمه ربي راه بزاف راه شنقول لك ودير اللي يسلكك عاوتاني لا لا مريم وقيله كيتخايلك اصلا ايوب صاحبي وعشيري وكبرت معاه حتى هو كيدخلني لدار كدخلني عند الوالده ديالو والوالده ديالو كتكبر بيا شحال من مره حطات لي الغداء ودابا ملي جاي عندي للدار نقول لي لا راه حشومه مريم اصلا صاحبي كاع ما يتبسل على كاع هذا شي سبب باغا ديريها ليا باش ما يدخلش يتفرج معايا في الماتش وانا على الشيطان ومني جي هو سيري للبيت الاخر اصلا صاحبي ما فيش الغداء كبرش معاه هذاك السيد درويش ومعقول المهم خويا داكشي اللي كاين راه قلتو لك ما عندي لاش نكذب عليك المهم ملي يجي انا غنمشي للبيت الاخر بلا ما تعيط عليا بلا ما تقولي وجدي شي حاجه ولا المولى اتي ولا بغيتي شي حاجه نوض ليها راسك وجدها شي اللي كاين انا غنمشي دابا اصلا ما بقيتش غنخرج من البيت منك ليا اصلا انت من الهضره ديالك كتباني ليا باغا السبه صافي سيري ما نعيط عليك ما والو ولا بغيت شي حاجه غنمشي ناخذها من الثلاجه صافي سيري للبيت الاخر وسدي عليك وما تحل لي ما والو يلا صافي اخويا اللي بالك دبر راس فضلتي صاحبك عليا انا والله الا عناماتي قالت لك ايوب كيتبسل عليها هاد الهضره هادي كامله كاع ما كاينه تقدر تكون بصح ماش عارف فاش كاين اخويا الشيطان كيحضر خليت يجيو نتفرجوا معاه في الماتش وردوا معاه البال يا رب مشات البيت الاخر ها هو عشيري جا واخا ايوب فريده واش اخويا فينك شي كيدير بخير عيني الوالده الله يحفظك مرحبا دخل كاين بوحدك في الدار لا كاين الخوات ديالي في البيت الاخر كاين خوتي ما طريحش ما كاين لا لا خليها مرتاحه صافي دخل اخويا ناخذ راحتنا اخويا نتفرجوا في الماتش على خاطرنا ايوا ايوب خويا كي درتي مع الطريقه عشيري والله الا سخفت اخويا عييت كاين شي عصير شي ضروري اخويا نمشي نجيب لك الليمون لا ريح اصاحبي الدار عارف الكوزينه فين كاينه اخويا نجيب لك معايا شي كاس لا بغيت ان شاء الله تشرب معايا ولا تشرب معايا اصاحبي صافي واخا جيب لي معاك شي كاس تاع الليمون صافي انا نجيب معايا الليمون عمرك الكاس ولا بلاش اعمر اعمر صافي دابا راك وصلت للكوزينه اعمر الكاس اللي درتي اخويا ايوب مزيان واخا عشيري واخا ارا اخويا ايوب جاك الخير بارك اخويا مهدي ولكن ما درتش ليه فيه السكر صح وانت صافي طبيعي احسن لك من السكر صح لا لا عزيز عليه السكر انا اخويا ايوب مهدي الله يهديك اصاحبي انا نمشي نجيب لك السكر جيب لي السكر اخويا خونا غدار بزاف انا عمرني ندير معاه التصرف اللي دار معايا عطاني الليمون باش نشربو ونغيب وتعدى ليا على خشي انا غنجربو دابا كنت كلي شربتي العصير واخويا شنقول لك راه بان ليا بارد جبتي من الثلاجه ما قدرتش نصبر وانا نشرب واشيري وحق الله سخ سخ
سيني شرب شرب عشيري شرب صافي يعني خود تا السكر دير السكر انا حطها فوق الميدة اخويا ياك اخويا ايوب حط معاك هادي تشاوي عرفت مين انا يا صاحبي مالك اخويا مالي واك شبر لي يد بابا اخويا ايوب الكلاب بس واو مادي 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 مالك سخرك خويا على شي حاجه ريحي حدايا مش راضي من بعد ريحي حدايا ريحي حدايا ريحي حدايا فمك هضرش علاش كتبعدي عليا علاش جنب عليك من اش بيني وبينك عارف راسك كتعجبيني بزاف وكنبغيك ساعة هادي ما تقوليش لي هاد الهضره خويا خوك مهس مهدي ريحي حدايا خويا ومهدي ومهدي حيدو ما واش نقدر واحد مني ومهدي مهدي واش درتي لخويا واش درتي مهدي تو ختموتي ما كاينش مهدي ريحي حدايا مهدي شوف انت عارف راسك كتعجبيني كتعجبيني ريحي ما بغيتش نستكمل ما بغيتش نخدم معاك العام ريحي يا ريحي ومهدي حيدو ما واش نقدر على الخويا حيدو ومهدي كون الكاس ما شربتش وما والو مهدي كون شربت الكاس تاع الليمون كون خشيت شارع شرف تو ختموتي ما كاينش مهدي مهدي ومهدي وكان موت عليك موتي مهدي اللي بغيت انا صاحبي مع الخوادري بحال ما هكا باغا تشعد عليها صاحبي انت راجل انت ايوب انا عمرني اضطريت نتعدى لك على خواتاتك انت الدار صاحبي وما مزيانش اصاحبي انت غير انت صاحبي انت باغيني نغيب انا عقت بك منو بالاولى مني قلت لي يا العاصف وعرفتك باغا تشربني شي حاجه باش نغيب وتعدى لي على اختي حيت حنا عايشين انا وياها في الدار ولكن انت ماشي راجل ايوب اصاحبي انت شماته اختك زوينه وكتعجبني وباغي ندير معايا شي حل اخو الحل جي عندي وهضر معايا ونوي معايا الحلال وانا كبرت معاك وما نخسرش لك خاطرك ولكن انت ما ناويش المعقول سمعني دخلتي من الغدار اصاحبي سمعني مادي كون جيت عندك غنقول لك اختك ما باغيانيش من النهار الاول واخويا انت ماشي راجل كما تعديتي ليا على اختي واضطريتي باش تعدى ليا على اختي انا جامي نتعدى لك على اختك ولا نفكر نشوف في اختك هذيك الشوفه الناقصه ومن اليوم ما تعرفني ما نعرفك ان شاء الله عشيري ما غندير معاك والو حيت كبرت معاك صافي اختي سمحي ليا بزاف والله غريح سمحي ليا اش نقول لك اختي سمحي ليا بزاف وحق الله العلي العظيم راه صاحبي وكبرت معاه ولكن طلع غدار اش غدير زعما ما ضمنيش غيدير هادشي هذا كامل والحمد لله مني فيقتيني وقلتي لي هذا غدار السيد دخل تبغى يشربني العصير وقلت لي سير جيب لي السكر بالعين وخوي داك العصير كون شرب داك العصير كون تعدى عليك اختي قلتيها لك ديك المره قلتيها لك وقلتيها لك حتى هي ما فهمتش صاحبي صاحبي انا نهار الاول اصلا قلت لك غدار كان وعدك اختي عمر شي واحد مدخلو للدار بغيت نتلاقى معاه في القهوة الله يحفظك لي يا اختي الله يحفظك لي وسمحي لي بزاف وما تدير في بالك والو يلاه نبدلو الجو صافي يلاه اختي